الرحمن الرحيم. نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية بدائرة أبو غراس المنيا اللجنة الخامسة، النتيجة الحصري عندنا، احنا عندنا 64 لجنة، عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الخامسة 394,999 ناخب. إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 265,483، عدد الأصوات الباطلة 1,834 صوت، مجموع الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 263,000 صوت 649. طبعا عدد الأصوات اللي حصل عليها كل مرشح هنقولها على النحو التالي: السيد المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي حصل على 255,139، السيد محمد فريد سعد زهران حصل على 5,237 صوت، السيد عبد السند حسن محمد يمامة حصل على 1,573 صوت، السيد حازم محمد سليمان محمد عمر حصل على 1,700 من الأصوات الصحيحة. كده يبقى نسبة الحضور، النسبة المئوية للحضور بالدائرة الخامسة بأبو رؤاس بمحافظة المنيا 67.2%، ونسبة الأصوات الباطلة تعتبر 70%. إجمالي الأصوات الصحيحة طبعا 99% من الأصوات الحضور. النسبة اللي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي، السيد عبد الفتاح السيسي 96.7%، السيد محمد فريد زهران حصل على 1.9%، السيد عبد السند يمامة حصل على 6.6%، السيد حازم محمد عمر حصل على 64.6%. شكرا لحضراتكم.